حضرات المشاهدين لحنا بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. النزاهة العراقية تأهب للمنازلة الكبرى واستعداد للمعركة المصيرية ضد الفساد. الدولار يواصل الاحتيال على الدينار، معاودة الارتفاع وتذبذب الأسعار. حياكم الله. بعد أن تمت المقدمات التحضيرية، تستعد النزاهة الاتحادية للمنازل الكبرى والمعركة المصيرية ضد الفساد على مختلف الخطوط دون تجاهل أي من المستويات. استرداد أموال وإعادة عقارات ومكافحة التضخم في الأموال، كلها مؤشرات الفصل الجديد في الحرب على الفساد، حاملة معها متغيرات جديدة تشرك المواطن في هذه العملية من خلال زيادة منسوب التفاعل مع الجهود الوطنية اللي تحاول تحجيم تمدد هذه الآفة وتفكيك منظومة الفساد اللي جثمت على العراق منذ تغيير النظام، خاصة وأن البيئة وفقاً لمؤشرات القياس متوافرة وخصبة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. أما في ملفنا الثاني لحصادنا لهذه الليلة، فإن أزمة الفارق الكبير بين الدولار والدينار لا تزال تحجز لها موطئ قدم، فرغم كم الإجراءات الحكومية اللي حاولت ردم الهوة والدفع باتجاه استقرار العملة، لا يزال الدولار يواصل الاحتيال على الدينار، وهذا نابع وفق متخصصين من الخلل الهيكلي في الاقتصاد وابتعاد القطاع المصرفي عن الامتثال التام للمعايير الدولية. هذا الإرباك حفز العديد من التجار في مغادرة القنوات الرسمية واللجوء للسوق الموازية، وهذا ما انسحب سلبا على مجمل الحياة الاقتصادية. فكما يبدو من مؤشرات الاقتصاد أن الإجراءات المتبعة لم تعد النتائج الكافية هي التي تعطيها. إذن مشاهدي الأحبة، في حصادنا لهذه الليلة راح نفتح هذين الملفين ونناقشهم مع ضيوفنا متخصصين بهذه المجالات. خليكم ويانا وتابعونا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الحلقة الجديدة من حصاد الأيام، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ سعيد ياسين الناشط في مجال مكافحة الفساد ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ سعيد. وكذلك أرحب بالأستاذ حليم سلمان المحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو. أبدأ مع حضرتك أستاذ سعيد، في حلقات سابقة اختلف الضيوف، كل يدافع عن فكرته ولا يدافع عن الفساد، بل ذهب إلى أنه أنتم تركزون بالإعلام على محافظة دون محافظة أخرى. هسه اليوم هيئة النزاهة طلعتنا من هذا الحرج وهذا الإشكال في ثلاث محافظات مختلفة، طلعت لنا ثلاث ملفات مهمة وثلاث عمليات كبرى نفذتها هيئة النزاهة أستاذ سعيد في أكثر من محافظة كما أسلفت لحضرتك. كيف تقرأ هذه الرسالة والتقائها مع الأولوية الحكومية اللي وضعت مكافحة الفساد في أولى سلم أولوياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي مقر أستاذ أحمد ولضيفك الكريم وللجمهور العزيز. الحقيقة الرأي السياسي لست معه بأن هنالك انتقاء محافظة دون أخرى أو دائرة مؤسسة دون أخرى. هنالك ملفات متراكمة، وسبق وأن كنت شاهد على مراجعة وتصفية 12,000 ملف في سنة 2019، ومنها ما زالت متراكمة ونتيجة لأعمال الهيئة العليا لمكافحة الفساد اللي في هيئة النزاهة تتكون من الوقاية والتحقيقات والاسترداد برئاسة رئيس الهيئة. راجعت كثير من الملفات وبدأ العمل، ولذلك نشوف هنالك تعاظم في عمليات الاستقدام والإحالة للقضاء، ولذلك نسمع عن حكم غيابي وهنالك ناس هاربين عن وجه العدالة وما شابه. لا وجود شيء انتقائي في عملية
مكافحة الفساد، وأنا مسؤول عن كلامي وهذا رأيي الشخصي، أتحمل مسؤوليته هنالك. ولكن نسب الفساد في المحافظات التي كانت ساحة للعمليات الحربية ورصدت لها أموال من الأمم المتحدة، منظمات الإغاثة، مساعدات دولية، ذهبت إلى هذه المحافظات الخمسة اللي هي نينوى، صلاح الدين، الأنبار، كركوك وجزء كبير من ديالة. حقيقة هذا كانت بدون رقابة ولا مراجعة. الآن عندنا رقابة ومراجعة، ولذلك نرى، تخيل سيد الكريم، مدير في دائرة، احترامي لشخصه ولكن للوصف الوظيفي، مدير عام لدائرة واحدة، لمقاولات، لبلدوزرات، لشفلات ولا كذا، يستردون منه 5 مليون دولار. شو نسمي هذا؟ فكيف بقية الوظائف ومدى الشبهات عليها؟ نحن مع عملية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين كمواطنين تجاه الجميع دون استثناء، وفق القانون ووفق مبدأ سيادة القانون وأنفاذ القانون. وكما أطالب من خلال منبركم الإعلامي الكريم، أدعو السياسيين عدم حماية أي فاسد تثبت عليه جرائم الفساد. الآن سنسمع كثيرا عن محافظة بغداد أيضا، وهذا سنسمع كثيرا، استرداد 3980 عقار في مركز النجف. تخيل يعني بعد 2003 وعد ما فتحنا ملف العقارات في سنة 2019 وما شابه كدولة، يعني لو تعلم كم هي عدد العقارات اللي وصلت لحد الآن بالمراجعة وما زالت، ما عدا الأراضي، أكثر من 170 ألف عقار من عقارات الدولة، جزء منها مستولى عليها، جزء منها مؤجرة دون أجر المثل، والجزء الآخر مؤجرة بأجر متدني حقيقة. طيب. ولا يدفعون إيجار. هذا جانب، وكل جميعهم أصحاب نفوذ، خلي أكون واضح. فهذه العملية عملية أنا أبارك لهم، وحقيقة أدعو الله أن يحفظهم شبابنا في هيئة النزاهة، لأن في يوم من الأيام في سنة 2007 عرفت شلون تم تهديد فريق راح من أجل التحري عن 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 تهريب النفط، وكذلك عن فريق لهيئة النزاهة قبل شهر عندما راحوا يتحرون عن أراضي في محافظة صلاح الدين. طيب. أيضا تعرضوا للتهديد. هؤلاء يجب أن نحميهم، وإذا كان هنالك تضخم بالأموال لكل الرقابيين علينا أيضا محاسبتهم ومساءلتهم. ندعم. طيب. جميع الجهات الرقابية وكل مسؤول نزيه، ونجعل نموذج لبقية الموظفين، ومع مساءلة ومحاسبة أي موظف بدون استثناء ولا محاباة. طيب. نؤمن بسيادة القانون وإنفاذ القانون. نعم. بعدالة. نعم. على الجميع. نعم. بلا محاباة. خليني أرحب مجددا بأستاذ حليم سلمان، حياكم الله أستاذ حليم. ونفس الله. السؤال، يعني لما تهمنا من ضيوفنا الكرام نعتز بهم، تهموا البرنامج بأنه يركز على الفساد في محافظة الأنبار دون بقية المحافظات، واليوم 3 ملفات وعمليات كبرى تقودها النزاهة وفتحناها بكل مهنية. البعض من عمليات الفساد خاصة بالاستيلاء على العقارات، آخر ما كشف في المدينة القديمة في النجف الأشرف، استغلال قوانين عراقية سابقة ونافذة للسيطرة العقارية بالتفاف قانوني. هل هنالك ثغرات قانونية ولماذا لم تعالج هذه الثغرات ما دام أنها متعلقة بالقانون؟ وبالتأكيد كانت هنالك إشارات حجز رفعت وعقارات حولت وشكاوى أزائها قدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أولا أقول هناك يعني ليس دفاعا عن هيئة النزاهة، لكن كون عملنا يعني يمكن قريب من هذا الموضوع، أن هيئة النزاهة تنطلق من ثوابت نحو معالجة كثير من الملفات، أقصد ملفات الفساد العقيمة المعقدة في عدد من المدن العراقية، وبالتالي ما أثير
مؤخرا من أن الهيئة تركز على يعني خلينا نقول طبيعة جغرافية معينة على حساب المدن الأخرى، هذا الكلام يعني فيه كثير من التجني على الهيئة، وثبت للجميع أن هيئة النزاهة، ولست هنا مدافعا عن الهيئة، هي يمكن أن تدافع عن نفسها، لكن مهمتنا إحنا أن نبين الحقائق. ثبت أنه الهيئة تنطلق من ثوابت معينة، لديها قانون، لديها تشريعات، ولديها ملفات، وبالتالي حجم العمل كبير جدا، لأن الفساد تحول إلى ظاهرة في هذا البلد. ولذلك عندما أدرج موضوع الفساد في البرنامج الحكومي، وأقصد أن رئيس الحكومة الحالي السيد محمد الشياع السوداني أصبح معالجة الفساد هو واحد من أولويات عمل الحكومة، هذا بحد ذاته يعطي لهذه العصابات، دعني أتحدث بهذه اللهجة، هذه العصابات التي تمتهن موضوع الفساد والتجاوز على المال العام وسرقة أموال العراقيين، هي لديها طبعا لديها اتصالات كونكشن في مؤسسات عديدة، وبالتالي لديها القدرة على شن ربما الهجمات من خلال بعض وسائل الإعلام لتغيير الرأي العام العراقي بهذا الاتجاه. أنا أقول يعني لا يمكن القبول يعني بأي طريقة أو بأي صيغة يمكن أنه التنازل عن ثوابت الآن هيئة النزاهة وما تقوم به هيئة النزاهة في معالجة هذه الملفات، هذا أولا. ثانيا يعني إحنا حقيقة نشكو دائما من موضوع الاستيلاء على المال العام، وبالتالي شو اللي نحتاجه؟ نحتاجه مزيد من الوعي لدى المواطن العراقي، أن يتحول المواطن العراقي إلى داعم لنشاطات الهيئة النظيفة لمعالجة هذه الملفات، وبالتالي المواطن العراقي أيضا الهيئة أنطته التصريح أن يكون يعني هو اللي يقدم إخبار سواء سري أو علني في موضوع تضخم الأموال لدى بعض الموظفين، أيضا ممكن لدى بعض حتى في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لذلك أقول أن المواطن العراقي في هذه المعركة كما أشرت إلها دكتور أنها فعلا معركة يعني حاسمة وقوية، تحتاج إلى مزيد من الدعم، تحتاج إلى مزيد من التحشيد لغرض على الأقل تحقيق، إذا قلنا أن خلال عمر حكومة السوداني الثلاث سنوات المتبقية لو نحقق 30% من حجم معالجة هذه القضايا، أعتقد إحنا نشعر أنه أكو نية جديدة وأكو مشروع جديد للانتصار على آفة الفساد ومعالجتها، وبالتالي يرتقي البلد ونحمي أموال المواطنين. ولكن بهذه المناسبة أنا أقول يعني هذه مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء، اضرب رؤوس الفساد. أنا أقول ألا لرئيس الحكومة، من يهدد هذه الحكومة هو الفساد بالدرجة الأساس، وهنالك ملفات مرتبطة بالفساد، ومن هذه الملفات نشير إليها هو ملف الدولار وتذبذب سعر الدولار. حذاري من السكوت على موضوع الدولار، وهذا الفرق الكبير اللي صار لفترة زمنية بالرغم من وعود الإدارة الجديدة للبنك المركزي، الوعود إلى رئيس الحكومة بأنه تلافي هذا الفرق الشاسع. الآن نتحدث عن 20 نقطة بين السعر الرسمي والسعر الموازي. أقول لدولة رئيس الوزراء لا تترك هذا الموضوع، هذا الموضوع يهدد قوت الناس، يهدد الاستقرار، يهدد الاستثمار، يهدد الإعمار، يهدد برامج التنمية، ونحن نسمع يوميا عن مشروع جديد للحكومة يتعلق في موضوع التنمية، يتعلق في موضوع يعني دعم طبقة الشباب للحصول على فرص العمل. لذلك كان حريا على الحكومة أن لا تسكت،
عن موضوع ملف الدولار وملفات أخرى ومنها ملف وزارة الكهرباء تحديدا. هذه الملفات كلها يعني في السابق كانت عمليات الفساد أستاذ سعيد اللي تكشف وتعلن وتضبط تعصب بصغار الرؤوس، هاي المرة اليوم تعتزم النزاهة الاتحادية أن عملياتها تزعم بأنها لن تستثني أحد وعلى جميع المستويات، هل أن هذا القول مطابق للفعل أم أن لا زالت هنالك بعض العمليات أو بعض الرؤوس بانتظار الإطاحة بها؟ ابتداء عندما يراد الإطاحة بالرؤوس وكل من بالفد مجموعة من الأسماء، نعم، هناك منظومة، الفساد منظومة كما هي النزاهة منظومة. هذه المنظومة تتكون من ثلاث طبقات. اليوم السياسة المتبعة، وأنا تحدثت به قبل 4 أشهر، ضرب الطبقة الوسطى لعزل الرؤوس عن الأدوات، ترافقها إجراءات وقائية، والرؤوس لاحقا يتم التعامل وياهم بطريقة، يمكن بهذا الاستوديو أيضا تحدثت بطريقة استرداد الأموال ولا مساس كما قال السامري وقصة مع موسى، وكما قال الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله عندما قال اذهبوا أنتم الطلقاء، لابد من استرداد الأموال ولابد من ضرب هذه الطبقة والانصياع لمصلحة الشعب من أجل حماية المال العام، الحفظ على المال العام، وكما قال صديقي أستاذ حليم التوجه للتنمية، هذا مهم جدا. ولكن عندما نتحدث عن آليات، وجنابك خبير تعرف بهذا الباب دكتور أحمد، هنالك تدابير وقائية، هذه التدابير الوقائية ما زالت يعني غير مكتملة، يعني عوضا عن العملية الملاحقة في تحسين البيئة المنظومة العقابية لتكون هذه المنظومة رادعة. احنا عندنا مجموعة تدابير وقائية، الأسبوع الماضي حقيقة كانت مبادرة كلش ممتازة وكبيرة وبحضور دولي، هي إشراك القطاع الخاص، أنا شخصيا كنت عضو لجنة المادة 12 قطاع خاص لاستعراض المراجعة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرضنا هذه المادة وأدينا، خلينا أدوار وهنالك تشريعات لابد للسلطة التشريعية أن يشرعها من أجل أن يتم استثمار القطاع الخاص وجهوده في الانتاج الوطني الصناعي والزراعي، بالإضافة لدعم الجهود الحكومية في هذا المجال. طالما هنالك استيرادات للسلع من الخارج، بمعنى هنالك غسل أموال، تهريب أموال، وبالنتيجة تمويل عمليات قذرة إن كانت إرهاب وغير إرهاب، وهذا ما يشجع الجريمة العابرة للوطنية مثل تهريب النفط، تهريب المخدرات والرقيق والسلاح، طيب، وغسل الأموال وما شابه. لذلك عملية اتخاذ التدابير الوقائية، واليوم عندنا مشاركة القطاع الخاص وكان حضور دولي، هذا مؤشر مهم من أجل أن يوزع الأدوار على الأقل فيما بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة. على القطاع الخاص أن تكون عليه مجموعة من المتطلبات تلبيتها، منها عدم إفساد ذمة الموظف العام وتضارب المصالح مع المؤسسات وتضارب المصالح ضمن الشركات، عملية التأهيل، عملية الكفاءة المالية، الخبرة، ما شابه، تعزز عملية التنمية وتعزز عملية النزاهة. تبقى عندنا الملاحقة، حقيقة نحتاج إلى منظومة عقابية جديدة، بالإضافة إلى ذلك حقيقة من يدعم الحكومة ووضع لها البرنامج الحكومي عليها أن تدعم الحكومة بتشريع القوانين وعدم التدخل في عملية ملاحقة الفاسدين وعدم حمايتهم. والآن عندنا فرصة، وكما أنوه اليوم سمعنا بأن هناك قالوا العفو عام، لابد من وضع مادة بأن قانون العفو العام لا يسمح لمن عفي عنه
في اي جريمه مخله بالشرف. قطع استاذ سعيد، يعني هنا اكو تركيز استاذ حليم كما يبدو، وهذا تركيز منصب في مكافحه التضخم في الاموال. هنا فيما كشفته هيئه النزاهه، شنو نحتاج لتحجيم افه الكسب غير المشروع؟ بالضبط، اولا ادعو من خلالك دكتور الى مجلس شورى الدوله لاكمال كافه الترتيبات للتعديل اعتقد الثاني لقانون هيئه النزاهه. هيئه النزاهه بادارتها الجديده رفعت الى مجلس شورى الدوله تعديل. من ضمن هذه التعديلات طبعا تعديلات شملت ثلاثه بنود في هذا القانون، منها انشاء دائره التفتيش في كافه مؤسسات الدوله العراقيه. انت تتذكر كان عندنا مكتب مفتش عام موجود، طبعا الغي مكتب المفتش العام، صار حديث كثير عنه، لكن هذا المكتب كان ترى يؤدي خدمات جيده للحد يعني من موضوع التجاوزات وسرقه المال والتجاوز وحتى المخالفات الاداريه. الان الهيئه حسب حديثي مع السيد رئيس هيئه النزاهه انها رفعت الى مجلس شورى الدوله هذه التعديلات، من ضمنها هذا، ومن ضمنها ايضا يحق للهيئه تحديدا ان تتخذ قرار مثلا بمنع سفر هذا المتهم الفلاني. الان ترى الهيئه هي هيئه النزاهه، هي هيئه تحقيقيه لكن هي ما عندها سلطه قضائيه. يعني حتى قاضي التحقيق التابع لهيئه النزاهه ترى مرتبط هو بمجلس القضاء الاعلى، لكن يبدو ان هنالك تعاون الان بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لإعطاهم بعض الصلاحيات، لكن هي مو صلاحياتهم مو قانونية، وهنالك تعديل ثالث ليس بالضرورة أن نذكره. لذلك الآن إذا مجلس شورى الدولة استعجل ووافق على هذه التعديلات وأعطى الهيئة النزاهة أن ترفع هذه التعديلات بموافقة الحكومة إلى البرلمان، أيضا البرلمان صوتوا عليها، لأن هذه التعديلات هي تساعد هيئة النزاهة إلى أن تفك بعض التعقيدات الروتينية اللي عندها حتى تخليها عندها القدرة أن تتابع هذه الملفات. بخصوص تضخم الأموال، واحدة من القرارات المهمة اللي إحنا سمعنا بها أن هيئة النزاهة أنطت الصلاحية للموظف للمواطن أن يبلغ وبهدوء وبشكل سري بالمناسبة عن تضخم الأموال لدى الموظف الفلاني أو المدير العام الفلاني أو مسؤول القسم الفلاني أو مسؤول الشعبة الفلانية. وبالتالي هذه العملية هيئة النزاهة الجيد بها حتى الإخبار اللي ما إلى قيمة أو إخبار كيدي هي تعتبره، هي تحقق به وتركنا، وبالتالي هي لا تسيء حتى إلى الشخص اللي عليه قضية كيدية. لكن بالمحصلة كثير من القضايا الآن اللي أثيرت عندهم تضخم بالأموال وراحت هيئة النزاهة وحققت بها هي ترى إخبارات من المواطنين، وبالتالي هذه العملية جيدة. بمعنى إشراك الرأي العام مع هيئة النزاهة لغرض القضاء على هذه الآفة، على هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الفساد أيضا وظاهرة المخالفات الإدارية، يعني استغلال المنصب ما طرحت من بعض المتنفذين في السلطة. أستاذ حليم يطرح طرحا غاية في الأهمية. أستاذ سعيد، ما أدري يعني هل أن هيئة النزاهة بخصوص قانونها هل هو كافي أم بحاجة للمزيد من التشريعات؟ شنو المساحة القانونية اللي تحتاجها هيئة النزاهة لكي تواصل عملياتها النوعية؟ نعم أحسن. حقيقة هنالك مشاريع قوانين قدمت من سنة 2010 إلى 2014 ضمن أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، جزء منها لإدارة الوظيفة العامة، وأنوه بأن هنالك لجنة متخصصة من الخبراء وضعت قائمة بالوظائف الأكثر عرضة للفساد. اليوم نسمع بأن هناك تضخم بالأموال، ولذلك نحتاج على اعتماد هذه القائمة من أجل منع تضخم الأموال ومتابعة الآخرين ومقاربتهم لحد الدرجة الرابعة. جانب آخر هو قانون العقود
لحد الان عندنا تعليمات، مع الاسف هنالك استثناءات تمنح للمحافظين وللوزراء بإحالة العقود الحكومية بدون منافسة وبدون تأهيل شركات من 6 أشهر. هنالك حراك حسب تصريحات السيد رئيس الوزراء بهذا الباب. عندنا حقيقة الأخ حليم طلب مشاركة الرأي العام، أنا أقول هنالك مبدأ اسمه مشاركة المجتمع وإبلاغ الناس، مادتين، المادة 10 مادة 13، وهنالك مسودة لقانون، مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات، قدمناها سنة 2011. أنا كنت عضو لجنة بهذا الفريق اللي قدم هذا، بالإضافة إلى نسخ أخرى للمنظمات الغير الحكومية أيضا قدمتها وللإعلام. تشريع هذا القانون يمنع تداول الشائعات وتكون المعلومات المتداولة موثقة. هذا جانب مهم. بالإضافة نحتاج إلى تجريم الأفعال الغير المجرمة. سيد الكريم، عندنا استغلال النفوذ السياسي، السياسي الذي يستغل نفوذه توقيعه ما موجود على الوثائق، يشوف المدير العام أو الوزير توقيعه على الوثائق، في حين السياسي يأخذ المنافع، ولذلك صارت محاصصة سياسية. لا أعمم، ولكن هذه الشبهة موجودة على العراق، من العراق الفساد في سياسي وبحماية سياسية. أختم بما تفضلت به أستاذ سعيد في إجابة سابقة مع أستاذ حليم. يعني أشار أستاذ سعيد أن هنالك متغير جديد طرحته هيئة النزاهة في هذه المرحلة الجديدة، يقضي بالتعاون مع القطاع الخاص سواء أفراد أو اتحادات أو نقابات. شلون راح يكون شكل هذه العلاقة؟ تتوقع أن هنالك استجابة و يعني هنالك محفز للإخبار عن عمليات الفساد؟ يعني حقيقة من مصلحة القطاع الخاص أن يتعاون في هذا المجال، وبالتالي أنا أعتقد هي مهمة جديدة هذه أضيفت لهيئة النزاهة، باعتبار هيئة النزاهة كانت تركز على الأعمال الحكومية، على المؤسسات الحكومية في هذا الجانب. القطاع الخاص جدا مهم. في بعض الأحيان القطاع الخاص يتعرض للابتزاز من قبل المتنفذين في المؤسسات الحكومية، وبالتالي أنت تعرف هنالك علاقة يعني متبادلة المصالح، وأيضا هنالك تخادم للمصالح، هنالك فاسدين في القطاع الخاص مانع فيهم، ولذلك مثل ما موجود في القطاع العام قطاع الحكومي، ولذلك هي فرصة إلى القطاع الخاص أن يستثمر إعطاء هذه القوة في أن يخلص نفسه من موضوع الابتزاز. نعم، كثير من رجال الأعمال، كثير من الشركات يشكون موضوع الابتزاز، يشكون موضوع المشاركة، تأخذ هذا العقد مقابل أن تنطينا مثلا 20 أو 30%، وبالتالي هذه الشركة أو رجل الأعمال يطلع خاسر من هذه العملية، يضطر على حساب الجودة والنوعية. ولذلك تشوف أنت أغلب، خلينا نقول أغلب المشاريع اللي نفذت من قبل يعني المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص بيها يعني الجودة بيها غير جيدة. لذلك أنا أدعو القطاع الخاص، رجال الأعمال، الشركات المتوسطة، الصغيرة، الكبيرة، إلى التعاون الكبير مع هيئة النزاهة، وبالتالي هذه فرصة كبيرة أن تخلص نفسك أنت من ضغط الموظف الفاسد في القطاع الحكومي، وأيضا هذه المهمة جدا، أنه أنت راح تصير جزء من هذه المنظومة. هي منظومة عملية تطوير، خلينا نقول عملية التنمية. عملية التنمية مو بس القطاع الحكومي، بالعكس القطاع الخاص، سينمو القطاع الخاص إذا صار عنده وعي واحترم توجه هيئة النزاهة في هذا الجانب واتعامل. لكن أنا أقول لك بكل صراحة، المشكلة من الذي يمثل القطاع الخاص؟ هذه مهمة جدا. لازم القطاع الخاص شو يسوي؟ يعني بكل مسمياته، ينشط نقاباته، ينشط منتدياته أو المراكز مالته، وبالتالي يحتاج مثلا اللي يشتغل في المقاولات يحتاج نقابة تمثله، اللي يشتغل بهذا الجانب الآخر، حتى في التكنولوجيا. التكنولوجيا الآن هي أصبحت
تجيب أموال كبيرة، أيضا تصير لهم نقابة أو تصير لهم ما أعرف منظمة، يعني هي تبدي تصير وسيط بينهم وبين هيئة النزاهة، والدافع عن القطاع الخاص، لكن على شرط أن يكون دول الأفراد العاملين في هذه المنظمة أو المنتدى أو الهيئة على درجة عالية من النزاهة ونظافة اليد بالرغم من امتلاكهم هم للمال. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حليم سلمان المحلل السياسي، أثريت الحوار في هذا المجال، والشكر الكثير لحضرتك أستاذ سعيد ياسين الناشط في مجال مكافحة الفساد. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. اهلا ومرحبا بك دكتور ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالضيف الكريم ينضم معي عبر سكايب الاستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، حياكم الله. نبدا من الاجراءات الحكوميه سواء المصرفيه او الامنيه دكتور صفوان في تقليص الفارق بين الدولار والدينار، لكن لماذا لم نصل للنتائج الكافية من استقرار العملة؟ أكو تذبذب في الأسعار، السمة البارزة اللي كانت هي على عكس الأوقات السابقة اللي نقدر نقول أتت ببعض ثمارها. مرحبا بحضرتك وبالضيف العزيز والمشاهدين الكرام، حياكم. من الواضح أن سياسة البنك المركزي ذهبت باتجاه تعظيم القدرة على الاستفادة من المنصة الإلكترونية للتجار النظاميين. عملية التحول في السوق العراقية لا تزال بطيئة باتجاه استثمار وجود سعر مدعوم من قبل البنك المركزي ل 1320، لكن نأمل أن ينجح البنك المركزي في زيادة مستوى الشفافية لمعرفة من هم التجار النظاميين الذين يقومون بشراء هذه السلع من الخارج وإيصالها إلى المستهلكين بالأسعار الرسمية من أجل توجيه السوق لغرض الاستهلاك من هذه السلع بعيدا عن سواق المضاربات والسوق غير النظامية. حقيقة السوداني وجه وزارة التجارة منذ وقت مبكر عندما حدث الفارق السعري بالقيام بعملية كسر الأسعار من خلال استيراد السلع مختلف السلع لأغراض أن تباع بالأسعار الرسمية، ريثما يستطيع التجار غير النظاميين عندما يشعرون بالخطر بفقدان حصتهم السوقية للتكاتف مع بعض من أجل أن يستثمرون النافذة. هناك صغار تجار بالتأكيد يحاولون التعامل مع السوق غير النظامي، الهدف هو طبعا تقليل الضرائب والجمارك وعملية يعني الاختفاء وراء إيرادات غير حقيقية. فبالتأكيد على وزارة المالية أن تساند إجراءات البنك المركزي في السيطرة على المنافذ الحدودية وتوجيه التجار بالتعامل من خلال المصارف، يعني لا يسمح باستيراد أي سلعة بدون أن يكون المستورد لديه حساب مصرفي وما هي أداة التحويل المالية التي يستخدمها المصرف التاجر والمصرف في عملية تسوية المستحقات. دعم الإنتاج المحلي في هذه المرحلة لتغطية الطلب المحلي أيضا يساعد بتقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي. لدينا قطاعات دولارية كانت سابقا تعمل بشبه يعني حوكمة دولارية على مستوى قطاع الأدوية، على مستوى قطاع السيارات، على مستوى قطاع العقارات. حاليا نحاول يعني التأثير على هذه القطاعات من خلال الأجهزة الأمنية لكي يكون هناك امتثال لمتطلبات التعامل بالدينار العراقي، وأيضا وزارة المالية تستطيع في هذه المرحلة أن تبيع سلع بالدينار العراقي لامتصاص الدينار العراقي الفائض الذي يحاول
أن يختبئ وراء عملات أجنبية من أجل الاحتفاظ بالقيمة، كذلك عملية توسيع دور البنك المركزي في التعامل مع مصارف مراسلة من الفئة أليف لصالح المصارف العراقية لكي تكون هناك غطاء للتعاملات الدولية للمصارف العراقية. أستاذ دريد، وجد الترحاب بحضرتك. يتفضل الدكتور صفوان قصيبي طرح العديد من هذه الخطوات، وهنا نتساءل عن الموازنة العامة اللي ضمنت نفقات تشغيلية واستثمارية مرتفعة. برأيك هذا راح يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي؟ شلون راح يأثر على ارتفاع سعر صرف الدولار من وجهة نظرك؟ تسمعني أستاذ دريد؟ أستاذ دريد صوتي واضح لحضرتك؟ الصوت مو واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. أعيد السؤال لحضرتك بترخيص، شلون ما الذي يؤثر على يعني ارتفاع سعر صرف الدولار إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بأن الموازنة العامة ضمنت نفقات تشغيلية واستثمارية مرتفعة؟ السلام عليكم، مرحبا بكم ضيفك الكريم، وشكرا على الدعوة. الحقيقة هو الموضوع مقسوم إلى قسمين. قسم مسيطر عليه واللي هي صارت الحوالات المالية، وأخذت أيضا بالزيادة نتيجة ردة الفعل للناس اللي خسرت، فصارت الآن ارتفاع في أسعار في مبيعات البنك المركزي بدون متابعة المستورد من البضاعة اللي توصل للمستهلك. يعني نظاميا أنت هيئت عملية تعاقد خارجي وعرض وطلب وموافقة بكذا مليون دولار، بس ترجع تجينا مواد بهذا الوضع. هذا الجانب اللي يقولون أكو استقرار في الحوالات جانب مواطنيها بالخارج. هاي عندنا مشكلة صارت، يعني قاعدين يردون دولار. أستاذ دريد، هذه مشكلة سببت الكثير من العوائق. يعني دكتور صفوان، عندنا الكثير من التجار يشكون من تأخر تنفيذ حوالاتهم المالية، والبعض منهم عاد لأخذ احتياجاتهم المالية من السوق الموازية كما يشير الدكتور العنزي. لماذا لم يعالج البنك المركزي العراقي هذه الإشكالية برأيك؟ يعني الحقيقة هو يحاول تثقيف التجار بإبرام عقود طويلة الأجل والمصادقة عليها من قبل الفدرالي الأمريكي. تضمن سلامة الاستيراد من مناشئ معروفة، وتجزأ هذه التعاملات التجارية على أساس اعتمادات مستندية لأغراض محددة، منافذ محددة، شركات تأمين نقل، إلى وصولا إلى المستهلك. لكن السوق العراقي تعود على الاعتماد على التجار الصغار الذين يمكن أن يكون وكلاء للتاجر الكبير الذي لا يظهر بالمستندات، يحاولون استيراد السلع بطرق مختلفة لضمان عدم ظهور أسماهم بفواتير الشراء من أجل عدم الإذعان لقوانين الضرائب والجمارك والاختفاء وراء هذا الملف. موضوع الضغط على قيمة الدينار من خلال الاستيرادات من إيران أو غيرها من الدول التي لا تمتلك قدرة لتسوية مستحقاتها المالية من خلال المصارف العراقية، باعتقادي يعني حكومة السوداني إذا ما نجحت في إنهاء ملف استيراد الغاز والكهرباء والتسديد بالنفط الأسود، هذا بالتأكيد سيدعم قيمة الدينار العراقي ويقلل الضغط على هذا الدينار. توسيع دائرة التعامل بهذه التقنية، تقنية المقايضة، مثلا استيراد سعات الإنترنت من قبل العراق وبيعها للجانب الإيراني بالدينار العراقي، أو الأدوية أو غيرها من السلع الإنسانية، ستساهم في تسوية المستحقات ليست لصالح الحكومة الإيرانية أو الشركات العامة الإيرانية، وإنما لصالح القطاع الخاص الإيراني. هناك ما لا يقل عن 10 مليار دولار يتم استيرادها سنويا من جانب الإيراني، يمكن فتح نافذة التسديد عبر المنافذ الرسمية لكي نقلل الضغط على الدولار بالسوق الموازي. كذلك فتح نافذة الاستيرادات الحكومية من المناشئ، وأيضا عن طريق نظام الاعتمادات المستندية، لأن غالبا ما يكون هناك كما أشار الأستاذ
لأن المشتريات الحكومية أغلبها استهلاكي، حقيقة هي استهلاكية لكن تشترى من القطاع الخاص الذي يقوم قسم منه بالاستيراد بطرق غير رسمية. طيب. فعمليا عندما يكون لدينا نظام مشتريات حكومية بالاعتمادات المستندية من المناشئ الرصينة، نعم، سنضمن تقليل الضغط على الدولار بالسوق. طيب. الموازي. أعتقد أن حكومة السوداني لديها مجموعة من الحزم لغرض امتصاص الزيادة في القدرة الدينارية لدى المستهلكين، ويمكن لوزارة المالية أن تقوم بعملية اعتماد نظام إدارة النقدية بشكل فعال لامتصاص النقد الفائض بخلق شركة مثلا مساهمة يمكن أن تضمن إيراداتها لامتصاص الدينار العراقي الفائض، أو تفتح نافذة الاستثمارات المضمونة عن طريق بيع عقارات الدولة مثلا أو أراضي مملوكة للدولة، وتقسيط الموضوع على الراغبين بالشراء. يعني امتصاص الدينار الفائض سنتمكن من خلاله من تقليل التضخم وعدم زيادة الدولار كما يذهب يعني الأغلب، لأن عدم السيطرة على الدينار يعني زيادة التضخم وزيادة سعر الدولار بالسوق الموازي. أستاذ دريد، يعني استخدام الدينار العراقي في التبادلات التجارية قبال تقليل الاعتماد على الدولار، شنو إمكانية العمل بهذا الخيار عن استخدام الدينار العراقي في التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار؟ ما إمكانية العمل بهذا الخيار؟ أستاذي الكريم، الدينار العراقي كلفته أو قوة الشرائية ما تمثل قوة الورق المطبوعة به. دينار العراقي إحنا نستخدمه كاسم فقط، هو رقم 10 من أسوأ 17 دولة بالنقدية بالنقد دولي بالعالم خارج التصنيف الدولي. فإحنا ما نعتمد يعني كل هالمبالغ والتراكم وكل الذهب وكل الاستثمار بالسندات الخزينة المركزية ما قدرت زحزحة من مكانها، وهذا خطأ سياسي وخطأ مالي كله يتحملها المعنيين. نعم. فالدينار العراقي احنا قبل سنين اقترحنا سلة عملات في سبيل ان نساعد الدينار العراقي مع دول الجوار، ما حد له علاقة. احنا نستخدم الدينار العراقي كمرحلة لغرض التداول الداخلي، اي دولة من دول الجوار ما تقبل بالدينار العراقي. نعم. هناك يعني الحالة طرحنا موضوع المقاصة وليس المقايضة. نعم. مثل ما صار مع إيران. يعني هسه أكو علاقات مع عشرات الدول. نعم. أطرح موضوع المقاصة تدريجيا أخفض الضغط على الموضوع المستوردة من إيران وحتى من تركيا. نعم. في سبيل تهيئة صناعة وتهيئة الزراعة وتهيئة تجارة نظامية معتمدة على نظام المقاصة. نظام المقاصة بضاعة مقابل بضاعة، أنهي دور الدينار وأنهي دور الدولار وتتلمى عندي الواقع الاقتصادي. كمحصلة نهائية يصير قبول، كمحصلة نهائية مو فورا. اتضحت الصورة. أما الدينار العراقي عملة تداول في أي دولة من الدول العالم ما يقبلون به، هو داخليا ما هالقد وحيدة اللي مواطنيها بالخارج. هاي عندنا مشكله صارت يعني يردون. نعم. دولار. استاذ دريد، هذه مشكله سببت الكثير من العوائق. يعني دكتور صفان، عندنا الكثير من التجار. نعم. يشكون من تاخر تنفيذ حوالاتهم الماليه، والبعض منهم عاد لاخذ احتياجاتهم الماليه من السوق الموازيه كما يشير الدكتور العنزي. لماذا لم يعالج البنك المركزي العراقي هذه الاشكاليه برايك؟ يعني الحقيقة هو يحاول تثقيف التجار بإبرام عقود طويلة الأجل والمصادقة عليها من قبل الفدرالي الأمريكي. نعم. تضمن سلامة الاستيراد من مناشئ معروفة، وتجزأ هذه التعاملات التجارية على أساس اعتمادات مستندية لأغراض محددة، منافذ محددة، شركات تأمين نقل، إلى وصولا إلى المستهلك. لكن السوق العراقي تعود على الاعتماد على التجار الصغار الذين يمكن أن يكون وكلاء للتاجر الكبير الذي لا يظهر بالمستندات، يحاولون استيراد السلع بطرق مختلفة لضمان عدم ظهور أسماهم بفواتير الشراء من أجل عدم الإذعان لقوانين الضرائب والجمارك.
والاختفاء وراء هذا الملف. موضوع الضغط على قيمة الدينار من خلال الاستيرادات من إيران أو غيرها من الدول التي لا تمتلك قدرة لتسوية مستحقاتها المالية من خلال المصارف العراقية، باعتقادي يعني حكومة السوداني إذا ما نجحت في إنهاء ملف استيراد الغاز والكهرباء والتسديد بالنفط الأسود، هذا بالتأكيد سيدعم قيمة الدينار العراقي ويقلل الضغط على هذا الدينار. توسيع دائرة التعامل بهذه التقنية، تقنية المقايضة، مثلا استيراد سعات الإنترنت من قبل العراق وبيعها للجانب الإيراني بالدينار العراقي أو الأدوية أو غيرها من السلع الإنسانية، ستساهم في تسوية المستحقات ليست لصالح الحكومة الإيرانية أو الشركات العامة الإيرانية، وإنما لصالح القطاع الخاص الإيراني. هناك ما لا يقل عن 10 مليار دولار يتم استيرادها سنويا من جانب الإيراني، يمكن فتح نافذة التسديد عبر المنافذ الرسمية لكي نقلل الضغط على الدولار بالسوق الموازي. كذلك فتح نافذة الاستيرادات الحكومية من المناشئ وأيضا عن طريق نظام الاعتمادات المستندية، لأن غالبا ما يكون هناك كما أشار الأستاذ إلى أن المشتريات الحكومية أغلبها استهلاكي، حقيقة هي استهلاكية لكن تشترى من القطاع الخاص الذي يقوم قسم منه بالاستيراد بطرق غير رسمية. فعمليا عندما يكون لدينا نظام مشتريات حكومية بالاعتمادات المستندية من المناشئ الرصينة، سنضمن تقليل الضغط على الدولار بالسوق الموازي. أعتقد أن حكومة السوداني لديها مجموعة من الحزم لغرض امتصاص الزيادة في القدرة الدينارية لدى المستهلكين، ويمكن لوزارة المالية أن تقوم بعملية اعتماد نظام إدارة النقدية بشكل فعال لامتصاص النقد الفائض بخلق شركة مثلا مساهمة يمكن أن تضمن إيراداتها لامتصاص الدينار العراقي الفائض، أو تفتح نافذة الاستثمارات المضمونة عن طريق بيع عقارات الدولة مثلا أو أراضي مملوكة للدولة، وتقسيط الموضوع على الراغبين بالشراء. يعني امتصاص الدينار الفائض سنتمكن من خلاله من تقليل التضخم وعدم زيادة الدولار كما يذهب يعني الأغلب، لأن عدم السيطرة على الدينار يعني زيادة التضخم وزيادة سعر الدولار بالسوق الموازي. أستاذ دريد، يعني استخدام الدينار العراقي في التبادلات التجارية قبالة تقليل الاعتماد على الدولار، شنو إمكانية العمل بهذا الخيار عن استخدام الدينار العراقي في التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار؟ ما إمكانية العمل بهذا الخيار؟ أستاذي الكريم، الدينار العراقي كلفته أو قوته الشرائية ما تمثل قوة الورق المطبوعة به. دينار العراقي إحنا نستخدمه كاسم فقط، هو رقم 10 من أسوأ 17 دولة بالنقدية بالنقد الدولي بالعالم خارج التصنيف الدولي. فإحنا ما نعتمد يعني كل هالمبالغ والتراكم وكل الذهب وكل الاستثمار بالسندات الخزينة المركزية ما قدرت زحزحة من مكانها، وهذا خطأ سياسي وخطأ مالي كله يتحملها المعنيين. فالدينار العراقي احنا قبل سنين اقترحنا سلة عمولات في سبيل ان نساعد الدينار العراقي مع دول الجوار، ما حد له علاقة. احنا نستخدم الدينار العراقي كمرحلة لغرض التداول الداخلي، أي دولة من دول الجوار ما تقبل بالدينار العراقي. هناك يعني الحالة طرحنا موضوع المقاصة وليس المقايضة مثل ما صار مع إيران. يعني هسه أكو علاقات مع عشرات الدول، أطرح موضوع المقاصة تدريجيا أخفض الضغط على الموضوع المستوردة من إيران وحتى من تركيا في سبيل تهيئة صناعة وتهيئة الزراعة وتهيئة تجارة نظامية معتمدة على نظام المقاصة. نظام المقاصة بضاعة مقابل بضاعة، أنهي دور الدينار وأنهي دور الدولار وتنمى عندي الواقع الاقتصادي كمحصلة نهائية، يصير قبول كمحصلة نهائية مو فورا.
اتضحت الصورة. أما الدينار العراقي عملة تداول في أي دولة من الدول العالم ما يقبلون به هو داخليا. ما هالقد ما شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور دريد العنزي الخبير الاقتصادي في هذا الملف، وشكر الموصول لجنابك الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.